سبحان الله. وهي فعلا الفكره اللي هو انت جواك اللي حضرتك العمود اللي حضرتك قلت عليه، هل انت عندك صدق انا عايزه اتقي فربنا هياخد بايديك وهتحصل الهدايه علشان كده حتى ولا لا؟ بيقولوا الهدايه كمان انواع. ما قبل ما هدايه ندخل الهدايه انواع، طيب خلينا نقول الدرجه الثالثه من التقوى وهي اعلاهم واصعبهم، قضيه تقوى القلوب، مساله انك تقي القلب من امراض القلوب، وهي دي اللي ممكن بنكون واقعين فيها واحنا مش واخدين بالنا فتبوظ معايير التقوى عندنا. مساله الحسد، الكبر، الغيره، المقارنه، في حاجات كتيره العلماء قالوا مش هندركها غير بالمتابعه، متابعه المشاعر والافكار اليقظه يا شيخ احمد. هو لذلك العلماء قالوا إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، وقالوا هو أشد تقلبا من الماء عند غليانه على في القدر على النار. لو حط مثلا حلة كبيرة وفيها مية، شوفي وقت الغليان بتعمل إيه، سريعة التقلب. قالوا كذلك القلب، فسمي قلبا لكثرة تقلبه. وهذا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وهذا معنى الحديث الآخر الذي ورد، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس معناه أنه يفعل هكذا كما قال بعض الجاهلين والعياذ بالله تعالى، لا، المعنى أن الله يتصرف، هذا بقى المعنى، اللهم يا مصرف القلوب، الله يتصرف في قلوب عباده كيفما يشاء، فيصرف قلب هذا إلى الطاعة ويصرف قلب هذا إلى غير الطاعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأرشدنا إلى الاهتمام بمسألة القلب، فقال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام، ألا وإن في الجسد مضغة، مقدار قطعة اللحم التي تمضغ، قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك حتى في القرآن يعني ورد إنه في الفهم يعني بمسألة متعلقة بمسألة القلب، أم لهم قلوب لا يفقهون بها ونحو ذلك. فهذا كله يدل على أهمية هذا القلب. لذلك حتى كما ورد في الحديث الذي ورد لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الجنة وعن أفضل الناس ونحو ذلك، فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب يعني معناه كأن قلبه فطر على التقوى والطاعة والعبادة وسلامة الصدر وعدم الغل وعدم الحسد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا صلى الله عليه وسلم فقال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسرقه ولا 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 ولا. هذا كله يدلنا على أننا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أمة الجسد الواحد، وكما قال في حديث آخر لقد دب فيكم داء الأمم قبلكم ألا وهو الحسد. فلذلك يحذرنا، لأن الإنسان إذا انشغل بالحسد، إذا صار قلبه مشغولا بالغل والحسد والحقد والقراهية والبغضاء والشحناء، فهذا الإنسان ما ترك مكانا في قلبه لأن يهنأ بطاعة. ولو حاجة واحدة بس منهم بتلوث القلب وبيتعلم بقية الحاجات. نعم، هذا الإنسان يعني هذا إذا جاء يؤدي الطاعة والعبادة كيف يتلذذ بها؟ كيف يحس بالطاعة؟ كيف يحس بالعبادة بلذة الطاعة والعبادة؟ لا، ليه؟ لأنه هذا القلب صار مشغولا بأمور كثيرة بأمراض يعني كثيرة. القلب سبحان الله هو ليه ساعة، فلو ما حصلوش ان هو يعني يحتوي كل ما هو موصول لذلك بالله، لذلك هو امير الجوارح، مش هيفرغه. نعم، امير الجوارح هو الذي يعطي الاوامر، يعطي الامر للعين فتنظر يعني بما يرضي الله، يعطي الامر لليد للرجل ونحو ذلك. فينبغي ان نعمل على اصلاح هذا القلب. هي سبحان الله كان لسه عالم جليل بيتكلم في قصه بيقول زي ما الموبايلات كل يوم لازم نشحنها، القلب لازم يتشحن صحيح. يوميا صحيح. وبعدين يعني فعلا يا شيخ احمد كل حاجه بتتعمل هي ليها اثر، يعني الصلاه بتاثر بتاثير معين على القلب، الذكر ليه اثر تاني، الدعاء اثر تالت، الاعمال الخير اثر رابع. النبي عليه الصلاه والسلام بين لنا إن الإنسان كلما عمل طاعة كلما عمل حسنة تنكت في القلب نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيضا منورا، وكلما أذنب ذنبا ولم يتب منه ينكت في القلب نكتة سوداء.
فإن لم يتدارك هذا بالطاعة والعبادة والإصلاح والتهذيب فإن هذا القلب يصير أسودا. حتى لذلك كمان العلماء يقولوا نأخذ العظة والعبرة من الحجر الأسود الذي في طوافنا نقبله ونستلمه ونلتزمه، يعني هذا كان يقوطة من الجنة يعني نورها عظيم. قالوا بسبب مجاورة الكافرين له وبسبب تمسح المشركين به يعني من قديم صار أسودا بهذا الشكل. فإذا كان بس مجرد المجاورة فما بالك إذا كان في الداخل. هي الفكرة في الموضوع محتاج إحلال وتبديل باستمرار. نعم. طبيعي النفس البشرية ممكن تقارن وممكن إنها تبقى تتمنى حاجات أو يعني، لكن عشان نلحق كده عشان كده حتى أهل الله وساداتنا الأولياء والصالحون وأهل الله دايما لما المريد يأتي دايما لما يبدأوا معاه يبدأون بالتهليل، قال لأن هذا فيه تخلية وتحلية، يعني تخلية يعني يلحظ يقول لا إله إلا الله ويلحظ خلص لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أحد يستحق أن يتذلل له نهاية التذلل، لا خالق ولا نافع ولا ضر على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قوي هذا المعنى في القلب بعدين ينتقل بقى معاه للاستغفار والصلاة على النبي ونحو ذلك. سبحان الله. فده محتاج باستمرار جرعات يومية علشان نحافظ على قلبنا سليم فتحصل الهداية. لابد لما من ربنا قال لابد من الشيخ المربي ولولا المربي ما عرفت ربي. ما هي سبحان الله والشيخ المربي دي ليها صور كتيرة قوي من ضمنها صحيح. حتى البرامج من ضمنها المهم النية الصادقة والتقوى، وهي دي الآخر حاجة هنختم بيها قضية هدى للمتقين. كل ما زادت درجات التقوى زادت درجات الهداية، وكل ما زاد تأثير فهم القرآن وتدبر القرآن وأثره في المعنى، وده اللي بيخلينا ممكن تقرأ آية دلوقتي بعد فترة تقرأها تلاقي تأثيرها نور عندك أكتر لأن التقوى زادت عندك أكتر. خلينا ننهي بقضية الهداية إنها نوعين، في هداية دلالة وهداية إعانة، عايزين نفرق ما بينهم. هداية دلالة يعني يقول لك يعني الكل دل عليها، من أراد الهداية من وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. لكن النوع الثاني بقى هو أن يعينك الله عز وجل، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا قوة لأحد على طاعة الله إلا بتوفيق الله إلا بعون الله، ولا ابتعاد ولا تحول لأحد عن معصية الله، ولا ابتعاد لأحد عن معصية الله إلا بعصمة الله تبارك وتعالى. لذلك الموفق من وفقه الله، يسر له هذه السبل، أعانه الله عليها وأعانه على أداء هذه الطاعة والعبادة، والمخذول من خذله الله. اللي حضرتك قلته ده يعني سبحان الله الآيتين ليهم علاقة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولخصوا لحضرتك قلته هداية دلالة دي اختصاص الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، لأن في برضو من الناس اللي بتقعد تقول إزاي إن ربنا هنا قالوا إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وفي آية تانية إنك لا تهدي من أحبب، فقالوا دي هداية دلالة ودي هداية إعانة. نعم بيّن الطريق هنا، بيّن يعني الطريق والدلائل الموضحة إليه ونحو ذلك، فمن مشى على الدرب سار ووصل، ولكن من خالف هذا لن يصل. قالوا يعني حتى بعضهم ضرب مثال، قالوا يعني مثلا كأن إنسان مشى في طريق يريد أن يذهب إلى بلد ما ووجد عدة طرق متشعبة، فأحيانا قد يلاقي واحد يسأله فيقول له الطريق الفلاني البلد الفلانية خذ الطريق ده، بس انتبه في مطبات في مش ولا أقول لك الإعانة، بقول له خلاص أنا هطلع معاك ووصلك للمكان اللي انت رايح. وده طبعا ولله يعني المثل الأعلى يعني كل إن الهدى هدى الله، لكن ليها علاقة أنت يعني نيتك إيه وصادق في التقوى ولا لأ، فساعتها ربنا بيهديك إلى الصراط المستقيم. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ أحمد، يعني معاني جميلة ورائعة وسلسة. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا لحضراتكم، أشوفكم بكرة على خير بإذن الله.